لكم متابعين قناتي قناة نفيد ونستفيد. واليوم فيديو يعني مختلف تماما، هنحكي فيه عن نوع من المكملات الغذائية اللي دائما بننصح انت كمربي بعد فترة التزاوج وعملية التزاوج انك تعطيها للعصافير، وهي بروتين طبيعي. من وين راح نجيبه هذا البروتين الطبيعي؟ هو سبحان الله بتلاقيه موجود في الارض او تحت نوع من هذا الانجيل. اليوم لما بتم عملية قصه زي ما انتم شايفين تطلق المية عليه، فبروح بتكون معك سبحان الله هيك هذا النوع من الدود. شايفينه؟ هذا النوع من الدود، هذا هو البروتين، هذا مكمل غذائي لكل العصافير بأنواعها خصوصا الببغاويات بعد عملية التزاوج. سبحان الله هذا الدود مفيد ومضر. مفيد انه بيعطي العصافير طاقة وبروتين ومكمل غذائي في عملية تزاوجها او بعد عملية التزاوج. اما من ناحية الضرر فهو بضر مثل هيك نوع من الحشيش او الانجيل، لانه بيقتله، لانه بتكتر بشكل كبير تحت الانجيل، فهذا بيعمل عملية ضرر للانجيل او بموته، لانه بتغذى على غذاء او على عروقه، بياكل الشروش، فهو مفيد. وزي ما انتم شايفين يمكن كمان هاي فرصة انكم تشوفوا كيف العصافير بتعوض، لانها بتبحث عن هذا الدود بكثرة، الهداهد، الدريات، كل الانواع هذه من العصافير قاعدة بتبحث عن المكمل هذا اللي في ايدي اللي انتم شايفينه. زي ما انتم شايفين هاي العصافير، هاي كلها بتعوض بعد عملية الانتاج، كله بيجي بعوض. فهذا النوع تقدروا تلاقوه زي ما حكيت لكم تحت الاشجار المثمرة، بعد ما بتسيب المية تحت الشجرة حاول تبحث عنه، بتلاقيه ايضا تحت الانواع من الانجيل هذا بعد عملية القص. ملاحظين قديش درجة القص، والمية لها دور انها تطلع. فهذا هو موضوع اليوم، مكمل غذائي طبيعي لعصافيرك وهو الدود، وبروتين طبيعي لكل العصافير بعد موسم التزاوج. ارجو ان شاء الله تكون استفدتوا من هذه الحلقة. زي ما انتم شايفين يعني هو بيحاول انه يختفي او يتسلق، فهذا اللي انا حبيت اشرح عنه اليوم، وان شاء الله تكون حلقة للفائدة للجميع. زي ما انتم شايفين كيف بيحاول انه يختفي، فالعصفور سبحان الله بالطبيعة بيقوم بيطلع بالمنقاره، بيكون شايف 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 كيف اختفى. ها ها يدوبك بالصعوبة. هذا حلقة اليوم، هذا المكمل الغذائي الطبيعي. نلتقيكم في فيديوهات جديدة، أخوكم ومحبكم محمود وادي، قناة نفيد ونستفيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.